استغلال المعلومات حصلت عليها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بسونة بأن ولاية لف تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بنقل وتخزين وبيع المخدرات عبر إقليم الاختصاص. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة الأبحاث والتحريات، مكنت العملية من توقيف أحد المشتبه فيهم يبلغ من العمر 42 سنة وضبط بحوزته على 10 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى دراجة نارية. وبعد استيفاء واستكمال ملف الإجراءات الجزائية عن قضية الحال، وحيل المشتبه فيه أمام الجهة القضائية لدى محكمة نس. تونسيوماتر أوتوماتيكي زد آن، جهاز مراقبة ضغط الدم أوتوماتيكي، راقب ضغط الدم وصحتك في منزلك. العلامة سويسرية، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي أم سي أم، المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك.